قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. يقول: هل في شهر شعبان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم؟ وذكر جملة من الأحاديث. نعم، شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصوم فيه، حتى كان يصومه إلا قليلا، يعني إلا يوما أو يومين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الصيام في شهر شعبان. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.